بيقود الأهلي مفاوضات قوية جداً مع إدارة نادي ميثيولاند الدنماركي في الوقت الحالي بعد ما حصل على موافقة اللاعب إمام عاشور علشان ينضم للفرقة، ده غير إنه تقريباً اتفق معاه على معظم بنود العقد سواء عن قيمة الصفقة أو طريقة السداد أو حتى الإقساط اللي هيحسم بيها الصفقة. ده اللي أعلنه الإعلام الرياضي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد بخصوص الجديد في صفقة إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والمحترف حالياً في صفوف ميثيولاند. هاني حتحوت اتكلم عن سر تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور، وكشف إن الأهلي في الفترة الأخيرة ادى الضوء الأخضر لمدير التعاقدات أمير توفيق لإنجاز الصفقة بأسرع وقت، وبالفعل كثف الأهلي من تحركاته علشان يضمن الحصول على خدمات إمام عاشور، وده رغم إن ميثيولاند متمسك بتحقيق أكبر استفادة مالية من الصفقة، لكنه مش متمسك باللاعب ومرحب برحيله وما عندوش مشكلة يسيبه خالص للأهلي، ومش بس على سبيل الإعارة. الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي موافق على ضم إمام عاشور لفريق الكورة، ده اللي أكده الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج بلاس 90، وإن الأهلي قدم عرض رسمي لميثيولاند وإن اللاعب قدم موافقته ورغبته في الانتقال للأهلي، وإن العرض اللي وصل يوم الأربعاء اللي فات بينص على التعاقد مع إمام $500,000 والمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء بعد كده $1.5 مليون تانيين، وإن الأهلي مازال مستني رد رسمي من ميثيولاند. تفاوض الأهلي لتعاقد مع إمام عاشور أثار جدل كبير بين أبناء الناديين الأكبر في مصر، فمثلا نجم الأهلي السابق محمد جودة دافع عن المفاوضات دي وقال إنها حق مشروع للنادي وإن ده شأن داخلي هو حر فيه، خصوصا إن اللاعب اعتذر أكتر من مرة للأهلي وقدم فروض الولاء والطاعة، وإن في لعيبة كتير من الزمالك أهانوا الكيان ورغم كده كملوا رحلتهم في النادي عادي جدا. لكن بقى في الناحية التانية المفاوضات دي واضح إن هي برضو مزعلة ناس كتير وخصوصا في نادي الزمالك، لأن مثلا أحمد ويدار لاعب الزمالك السابق قالوا إن إزاي الأهلي يتعاقد مع لعيب أقل منه، وإن الكلام ده مصر كلها شافته في فيديو لإمام عاشور وهو بيقلل من قيمة الأهلي، يبقى فين بقى القيم والمبادئ بتاعة الأهلي؟ مش طبيعي إن الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور وإنهم أوقات يقولوا شأن داخلي وأوقات تانية يقولوا قيم ومبادئ. كمان هاني حتحوت اتكلم عن مستجدات استمرار ثنائي بيراميدز وليد الكرتي ورمضان صبحي في النادي، وقال إن الأهلي تواصل مع وكيل أعمال المغربي وليد للاستفسار عن موقفه، لكن اللاعب بلغهم إنه مستمر مع فريقه الموسم اللي جاي بشكل طبيعي وإنه في الأغلب هيتم تفعيل بند تجديد العقد لمدة سنة جديدة. أما بالنسبة لرمضان صبحي فاللاعب جات له 3 عروض خليجية الفترة اللي فاتت، وده بعد ما قرر اللاعب إنه يسيب مصر ويرجع للاحتراف من جديد، وإنه بينتظر حاليا عرضين للعب في الدوري التركي.